أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الأسبوع. يخوض الأسرى في معتقلات الاحتلال معركة شرسة مع السجان في وقت انتصر فيه الأسير بلال كايد على سجانه بعد أكثر من 70 يوما من الإضراب عن الطعام. لكن قبل الخوض في التفاصيل نبدأ بأبرز العناوين. الصحفي عمر نزال بين أنياب الاعتقاد الإداري من جديد. مؤتمر تأسيسي لنقابة جديدة للمعلمين. صندوق للشكاوى البيئية في سلفيت. في محافظة الخليل بلدة السموة تفتقر للطرق الزراعية. تونس حاضرة في مهرجان وين عرام الله. أهلا بكم من جديد. قال محمود كايد شقيق الأسير بلال كايد، قال لوطن الأنباء إن بلال علق إضرابه عن الطعام بعد توقيع اتفاق الإفراج عنه بينه وبين سلطات الاحتلال. إلى التفاصيل. بقرار موجز بالمواجهة أعزلا إلا من إرادته وتصميمه على الانتصار، خاض بلال كايد معركته وسلاحه صبر وصمود وقرار أن لا ينكسر أو ينحني. بلال كايد حدد هدفه ووسيلته واختار ثم مضى في اختياراته، وهو يعرف أن جسده سينحل وأمعاءه ستذوي وأن عوارض صحية أخرى ستصيبه، لكنه لم يتعامل مع هذه المخاطر كتهديدات تدفعه للإحجام عن الخطوة، بل بات حساب المكاسب والمخاسر في هذه المعركة غير متعلق بشخصه بقدر ما تعلق بالعنوان الأكبر وهو قضية الوطن بما يطمح إليه من حرية واستقلال وكرامة، ولهذا انتصر. لم يكن الحراك الشعبي للتضامن معه بمستوى بطولته وصموده وإصراره، ورغم ذلك استمر مدركا أن حالة الجزر الشعبي هي حالة مؤقتة لكن المد الكامن قادم. لذلك راهن بلال على مقومات مستقبلية وعلى إرادته، وهو بهذا يقدم درسا لكل الفلسطينيين قادة وشعبا أن الأمر يحتاج إلى إيجاز قرار بإرادة واضحة بالمواجهة، وأن ذلك كفيل إذا ما تم أن يبني جيشا من المناضلين وأن يطلق طاقات هائلة في معركة الحرية والاستقلال الوطني. درس انتصار بلال هو درس لكل الذين علقوا خياراتهم على حبال وهم التفاوض. درس انتصار بلال هو درس لكل المبررين للتقاعس بأن الظرف الموضوعي لا زال غير مواتي. ودرس انتصار بلال بعد أكثر من 70 يوما من الإضراب يفتح الباب على كافة الخيارات. وللحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى. أهلا بك أستاذ أمين. أهلا بك. يعني كيف تقرأ بداية انتصار بلال؟ يعني يقرأ انتصار بلال في سياق هذه المعركة المتواصلة التي يخوضها الأسرى الذين أضربوا إضرابات فردية ومفتوحة عن الطعام من أجل نيل حريتهم من الاعتقال الإداري. الحال بالنسبة للأسير بلال ربما يختلف عن كل الأسرى الذين خاضوا إضرابات فردية، حيث أن الأسير بلال كايد قد قضى مدة محكوميته البالغة 14 عاما ونصف في السجون الإسرائيلية، ثم يحول فجأة إلى الاعتقال الإداري بعد أن كان ذووه وأسرته وأبناء شعبه ينتظرون تحرره من هذا الأسر بعد هذه الفترة الطويلة التي قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. قضية بلال هي ربما كانت ستستنسخ على كل الأسرى الفلسطينيين لو لم يضرب بلال إضراب مفتوح عن الطعام منذ اليوم الأول الذي تم تحويله إلى الاعتقال الإداري، ولأصبحت هذه سياسة منتهجة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أي أسير من الأسرى الفلسطيني 7000 الذي سيتم تحرره سواء قضى 15 عاما أو 20 عاما أو 30 عاما في السجون الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري.
وهذه سياسة انتقامية جديدة لم تنتهج عبر تاريخ الحركة الأسيرة. لذلك من هنا كانت الأهمية في هذا الإضراب المفتوح وهذا الانتصار الذي حققه بلال كيد بعد 72 يوما حتى يغلق الباب أمام هذه السياسة التي ربما ستنتهج من قبل سلطات الاحتلال بحق الألاف من الأسرى الفلسطيني. وهذا انتصار جديد يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققتها الحركة الأسيرة الفلسطينية، وليس هو للعلم ليس انتصار لبلال كيد لوحده وإنما انتصار للحركة الأسيرة برمتها، لأن المستهدف في هذا التحويل إلى الاعتقال الإداري هو كل أسير فلسطيني وليس الأسير بلال كيد بحد ذاته. يعني عندما نتحدث عن موضوع معركة الأمعاء الخاوية، هذه المعركة كم تؤثر على صورة إسرائيل دوليا ونحن نرى بأن أسرى يواجهون السجان بأمعائهم الخاوية؟ يعني أولا هذه تكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال وعن هذه الممارسات اللا إنسانية وعن هذه السياسات الانتقامية المنافية لكل الأعراف والقوانين الدولية وموثيق جنيف الرابعة والثالثة، حيث أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقع عليها دوليا من أجل التعامل مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والواضح أن هناك قوانين إسرائيلية خاصة بها تنفذها بحق الأسرى، حيث أن قانون التغذية القسرية هو مخالف لاتفاقية مالطا عام 2005 وهو مرفوض من قبل نقابة الأطباء الإسرائيليين نفسها لأنه مخالف لحرية الأسير في التعبير عن رفضه للطعام والشراب مطالبا بحقوقه الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية. لذلك عندما يجبر أي أسير فلسطيني على التغذية القسرية في الوريد هذه جريمة يعاقب عليها القانون، وإسرائيل تدرك ذلك. كذلك المحاكم العسكرية بكل مستوياتها لم تنتصر في أي لحظة من اللحظات للأسرى الفلسطينيين المضربين إضراب مفتوح عن الطعام، وإنما تتبادل الأدوار مع جهاز الشباك والاستخبارات وإدارات مصلحة السجون في الضغط على الأسرى المضربين من أجل أن يفكوا إضرابهم دون تحقيق أي نتائج تذكر، ولكن صبر وصمود واستمرار هؤلاء الأسرى في إضرابهم الفردي والفضائح التي تلاحق إسرائيل نتيجة هذه الإضرابات الفردية لأسرى عزل داخل السجون الإسرائيلية هي من تجبر إسرائيل في النهاية على الاستجابة لمطالب هؤلاء الأسرى الأبطال المنتصرين في معاركهم معارك الأمعاء الخاوية داخل السجون الإسرائيلية. اليوم بعد بلال هل لازال هناك أسرى مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال؟ نعم، هناك 4 من الأسرى الفلسطينيين ما زالوا مضربين إضراب مفتوح عن الطعام، الشقيقان محمود البلبول في يومه 54 على التوالي وهو في أوضاع صحية صعبة للغاية وهو الآن متواجد في مستشفى أساف هاروفي، ومن الممكن أن يتعرض للشلل في أي لحظة لأنه لا يتناول سوى الماء والملح فقط ولا يتناول الفيتامينات والمدعمات ويرفض ذلك، وحتى أن الأطباء هذا المستشفى قد قالوا أن أوضاعه خطير للغاية، وكذلك شقيقه محمد البلبول في يومه 51 على التوالي، وكذلك مالك القاضي وعياد دهريني في يومهما 39 على التوالي، وأيضا وهما في أوضاع صحية صعبة. وهؤلاء الأسرى 4 هم من محافظة بيت لحم وهم مضربون ضد سياسة الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية. اليوم أستاذ شومان وأنت مختص في موضوع الأسرى، اليوم كيف بتشوف الحراك الشعبي؟ كيف تقيم هذا الحراك؟ هل فعلا بمستوى الحدث؟ يعني حتى هذه الأيام لم يرتقي الحراك الشعبي والجمهوري إلى المستوى المطلوب، ربما يعزى ذلك لكثرة الإضرابات الفردية المتواصلة منذ أكثر من 5 سنوات التي استنزفت الشارع الفلسطيني بشكل عام. هذا غير مبرر لأن لا نقف إلى جانب أسرانا، ولكن كنا دائما نتوجه إلى أسرانا أبناء الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية ونقول لهم يجب أن تكون الإضرابات جماعية، لأن الإضرابات الجماعية لها وقع أولا في الشارع الفلسطيني أكبر وأعم وأشمل، لأن هناك أسرى بالآلاف داخل السجون الإسرائيلية. الموضوع الآخر أن الإضرابات الجماعية تقصر من عمر الإضراب المفتوح عن الطعام، فإذا ما أضرب 2,000 أو 3,000 أسير داخل السجون الإسرائيلية بعد 10 أيام أو 20 يوما تستجيب إدارة مصر فورا لمطالب الحركة الأسيرة لأن الأوضاع تنذر بانتفاضة داخل السجون وخارجها، ولكن إذا ما أضرب أسيرا أو 4 أو 5 أسرى إضرابات فردية أو 20 أسيرا هنا يكون استفراد بهؤلاء الأسرى المضربين، يتم عزلهم، يتم نقلهم، يتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم. وكما قلت لك لولا صمود هؤلاء الأسرى ولولا الحراك الشعبي والجماهيري بغض النظر عن مستواه في وقفته مع هؤلاء الأسرى لما انتصر هؤلاء الأسرى المضربون إضرابات فردية في معاركهم المتواصلة ضد سياسة الاعتقال الإداري. إذا ما تحدثنا على المستوى الدولي، هل هناك كان تقاعس من المؤسسات الحقوقية الدولية تجاه الأسرى؟ قبل أيام شاهدنا بعض النشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله والبيرة لتقاعسه أو اتهامه بالتقاعس، كيف ترون ذلك؟
يعني أولا ذوي الأسرى المضربين من حقهم أن يحتجوا وأن يقفوا أمام كل المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية دون أن يتم الاعتداء على ممتلكات هذه المؤسسات والتي يجب الحفاظ عليها، لأنها تقوم برسالة إنسانية بغض النظر عن النسبة المئوية في قيامها بمسؤولياتها تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. ونحن نعلم تماما أن هناك خطوط حمراء لدى كل المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية في قيامها حتى بالزيارة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حتى الوفود البرلمانية، حتى المؤسسات الحقوقية، حتى منظمة أطباء بلا حدود عندما تريد أن تقوم بزيارة إلى الأسرى الفلسطيني المضربين داخل السجون الإسرائيلي، ربما يكون هناك رفض من قبل سلطات الاحتلال بعدم إعطاء تصاريح من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية للقيام لهذه الوفود بزيارات. ولكن المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية المطلوب منها موقف أكثر تقدما، وأن يكون هناك بيانات واضحة حول جدوى هذا الاعتقال الإداري، حول سياسة الاعتقال الإداري، حول ما تنتهجه إسرائيل من سياسات انتقامية وقمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة التفتيش العاري والمذل وامتهان الكرامة ومنع الأهالي من الزيارات وغير ذلك من الحقوق الإنسانية التي نصت عليها مواثيق جنيف الثالثة والرابعة لحقوق الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. دائما هذه المؤسسات دائما كان في الماضي وحتى اللحظة نحن لاحظنا أنه في مسؤول لجنة الحقوق في الأمم المتحدة تم انتخابه من وكان إسرائيليا، وهذا يعني أن حتى المؤسسات الحقوقية على مستوى الأمم المتحدة تنحاز إلى جانب إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين. ومع الأسف هذه المؤسسات لم ترتقي حتى اللحظة للقيام بمسؤولياتها تجاه ما يجري بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية. من هنا كانت هذه الوقفات أمام المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية من أجل أولا حث على القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه ما يجري بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وثانيا من أجل أن تصدر بيانات حول هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وإدارات مصلحة السجون ووحدات القمع بحق آلاف الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية. سنكمل معك النقاش أستاذ شومان. قالت مارلين نزال زوجة الأسير الصحفي عمر نزال إن القرار الإسرائيلي بتمديد اعتقال زوجها لثلاثة أشهر إضافية جاء لإصرار إسرائيل على ملاحقة الصحفيين ومنعهم من حرية الرأي والتعبير. إلى التفاصيل. قرار إسرائيلي بتجديد اعتقال الصحفي عمر نزال لثلاثة أشهر أخرى هو الجديد في قضية عمر، خطوة اعتبرتها عائلة نزال سياسة إسرائيلية للتضييق على الصحفيين، خاصة في ظل إضراب نزال عن الطعام منذ 17 يوما. تمديد الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر بحق العضو الأمان العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال، يعني برأينا هو إسراء من سلطات الاحتلال الإسرائيلية على ملاحقة الصحفيين ومنعهم من حرية التعبير عن الرأي، وهذا مخالف طبعا لكل المواثيق والأعراف الدولية. له من 4-8 مضرب عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري وتضامنه مع بلال كايد، بتناول فقط الماء والقليل جدا من الملح. نقابة الصحفيين الذي يشغل نزال عضو أمانتها استنكرت القرار الإسرائيلي مطالبة بتحرك دولي للإفراج عنه، في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات زيادة في عدد الاعتقالات والاعتداءات على الصحفيين خلال العام الحالي. العام الحالي من بداية السنة وحتى نهاية تموز الماضي سجلنا في مركز مدى ما مجموعه 27 حالة اعتقال، من بينها الزميل عمر نزال، بعضهم حول للاعتقال الإداري لفترات متفاوتة. عمر نزال كما أشرت تم تمديد اعتقاله. للمقارنة العام الماضي 2015 كان مجموع الاعتقالات الإسرائيلية التي سجلت خلال 12 شهرا 20 اعتقال، مما يدل على الارتفاع الهائل في عدد الاعتقالات أو اللجوء لهذه العقوبة. نحن نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، والأمم المتحدة أن تعمل على حماية العهد الدولي الإنساني، وأن تتخذ إجراءات حقيقية وملموسة بحق الانتهاك المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهذا العهد في اعتقال الزميل عمر نزال اعتقالا إداريا. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي نزال على معبر القرامة أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في البوسنة في 23 من نيسان الماضي، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.
أستاذ يعني شومان، استهداف الصحفيين بالاعتقال لماذا برأيك؟ يعني أولا الهدف واضح تماما من قبل سلطات الاحتلال، هي طمس الحقيقة في فلسطين ومنع الصورة والكلمة عن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم بأكمله، لأن إسرائيل لا تريد للعالم أن يرى الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال وهذه الممارسات، كيف يتم الاعتداء على المواطنين في المسيرات السلمية، كيف يتم الاعتداء على الصحفيين، كيف يتم تحطيم الكاميرات التي يحملونها، وكذلك الاعتداء بالضرب وبالفلفل وبالغاز على هؤلاء الأسرى وعلى هؤلاء الصحفيين، والعديد من هؤلاء الصحفيين تم اعتقالهم، حيث أن هناك أكثر من 14 صحفيا الآن موجودون في السجون الإسرائيلية، وعلى رأسهم عضو الأمانة العامة للنقابة الصحفية الفلسطينيين عمر نزال الذي جدد له الاعتقال الإداري 3 أشهر أخرى. والهدف واضح كما قلت، هو منع الصحافة الفلسطينية من إظهار الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال وطمس الحقيقة ومنع صوت الحقيقة أن يصل إلى أرجاء هذا العالم. يعني أستاذ شومان، نريد أن نشرح للجمهور ماذا يعني الاعتقال الإداري ولماذا إسرائيل تلجأ إليه. يعني أولا الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون توجيه أي تهمة، بناء على ملفات سرية لدى جهاز الشباك الإسرائيلي، وأن الشخص المعتقل هو خطر على أمن دولة إسرائيل، وهذا الأسير لا يقدم إلى محاكمات عادلة، يقدم لمحاكم سورية وشكلية يتم فيها تجديد الاعتقال الإداري، أولا تثبيت هذا الاعتقال الإداري بحق أي أسير فلسطيني، ومن ثم تجديد هذا الاعتقال الإداري لعدة مرات دون وجود ملفات واضحة، دون حضور المحامين للدفاع عن هؤلاء الأسرى. وهذه سياسة إسرائيلية قديمة جديدة، الهدف من ورائها الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القيادات الفلسطينية والأكاديمية والميدانية والوطنية والفصائلية وحتى نواب المجلس التشريعي داخل السجون الإسرائيلية لفترات متفاوتة. وعلى سبيل المثال هناك أحد الأسرى الفلسطينيين والأسير عمر البرغوثي الذي قضى أكثر من 46 مرة في الاعتقال الإداري، وهو الآن موجود في السجون الإسرائيلية في الاعتقال الإداري، وهناك عديد من النواب الذين قضوا أكثر من 8 و10 مرات في الاعتقال الإداري بشكل متواصل، حيث يجدد لهم هذا الاعتقال الإداري. الآن الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية أكثر من 750 أسير إداري، يجدد الإداري لأكثر من 70% من هؤلاء. قبل يوم أمس تم تثبيت الاعتقال الإداري لأكثر من 63 أسيرا فلسطينيا، وتم تحويلهم إلى 3 سجون مجد وسجن أوفر والنقب. هؤلاء الأسرى الإداريون يعانون أوضاع كارثية، لأن الخطير في الاعتقال الإداري أن الأسير عندما ينهي 6 أشهر الأولى وينتظر أبنائه وزوجاتهم وإخوانهم وأمهاتهم أن يطلق سراح هذا الأسير، في نفس اليوم وقبل ساعة من إطلاق سراحه يتم تجديد الاعتقال الإداري لهم، ما يعكس على نفسية هذا الأسير الذي كان يتوق إلى الحرية، ولكن هناك قرار مسبق بمنع هذا الأسير من أن يتنسم هواء الحرية من قبل هذه المحاكم العسكرية الظالمة. ونود هنا أن نؤكد على أن هناك موقفا متقدما للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إما أن يقدم هؤلاء الأسرى الإداريون لمحاكمات عادلة وإما أن يتم الإفراج عنهم، وكذلك ما قاله مفوض الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية روبرت باير الذي قال هؤلاء الأسرى المضربون ضد سياسة الاعتقال الإداري يجب أن يقدموا إلى محاكمات عادلة وإما أن يتم الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط. هذه المواقف يجب أن يتم البناء عليها، ويجب أن يكون هناك دور لكل المؤسسات الحقوقية في هذا العالم ضد سياسة الاعتقال الإداري، هذا السيف المسلط على ركاب الفلسطينيين والذي طال عشرات الآلاف منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والزج بهم في سجون الاحتلال تحت ذريعة الملفات السرية. نعم، سؤال أخير أستاذ شومان، ماذا عن الوضع بشكل عام داخل السجون وبشكل خاص فيما يتعلق بالأسيرات والأطفال؟ يعني الأوضاع داخل السجون هي أوضاع كارثية، نحن لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة تم استصدار أكثر من 8 قوانين عنصرية، قانون التغذية القصرية، قانون الحكم على الأطفال في سن 14، قانون السماح لوحدات القمع بالدخول إلى الغرف والأقسام وهي مدججة بالسلاح، قانون الإرهاب، والعديد من القوانين التي تم وقانون التغذية القصرية، كل هذه القوانين تم سنها من قبل لجنة التشريعات الخاصة بالكنيسة وقانون المقاتل غير الشرعي وغيرها خاصة بما يتعلق بقطاع غزة. كل هذه القوانين الهدف
منها هو ضرب معنويات الحركة الأسيرة الفلسطينية ومنع هذه الحركة وكي الوعي الوطني لدى كل الأسرى الفلسطينيين. وبالمناسبة كل هذه القوانين هي مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية ومرفوضة من قبل كل المؤسسات الحقوقية الدولية، ولكن لجنة التشريعات الخاصة بالكنيسة تقدم هذه المشاريع إلى جلسات الكنيسة ويتم التصويت عليها بالقراءة الأولى والثانية والثالثة، ويتم اعتمادها مع الأسف من قبل أعضاء الكنيسة الإسرائيلية وتصبح سارية المفعول ويتم تطبيقها على الأسرى الفلسطينيين داخل السجن الإسرائيلية. أو فيما يتعلق بالأسرى الأطفال، كما قلت قوانين تسن من أجل محاكمة الأسرى الأطفال في سن 14، كذلك ما يتعلق بالأسيرات أوضاع كارثية، هناك أسيرات مصابات تم تحويل 3 من الأسيرات إلى الاعتقال الإداري، وهذه سابقة خطيرة أن تحول الأسيرات إلى الاعتقال الإداري أو أن يجدد لهن هذا الاعتقال الإداري. كذلك هناك أسيرات في سجن الدامون أوضاعهن صعبة للغاية، وكذلك في سجن حشرون الرطوبة عالية، الحشرات، القوارض، هناك إهمال طبي متعمد، هناك 5 أسيرات مصابات بالرصاص، هناك 12 أسيرة قاصرات داخل السجون الإسرائيلية، وهناك أكثر من 450 أسيرا طفلا في مختلف السجون الإسرائيلية. يتم التعامل مع الأطفال وكأنهم في سن الكبار، ولا يوجد هناك أي تمييز في التعامل معها، بالعكس يتم الترهيب والترغيب والتحقيق القاسي والمذل في مراكز التوقيف لهؤلاء الأسرى الأطفال، ومن ثم يتم انتزاع الاعترافات منهم وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية من أجل إصدار أحكام ظالمة بحقهم، وهم وغالبية هؤلاء الأسرى موجودون في سجن عوفر، حيث يوجد هناك أكثر من 170 أسيرا طفلا قاصرا في سجن عوفر لوحده. نعم، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الأستاذ أمين شومان، شكرا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك. أعلن ممثلون عن المعلمين في مدينة رام الله عن عقد المؤتمر التأسيسي لنقابة المعلمين الجديدة التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي. إلى التفاصيل. نعلن ميلاد نقابة المعلمين. الإعلان عن عقد المؤتمر التأسيسي لنقابة جديدة للمعلمين كان الحدث الأبرز اليوم منذ انتهاء أزمة المعلمين في منتصف آذار من هذا العام. ممثلون عن المعلمين أعلنوا عن أن المؤتمر التأسيسي لنقابة المعلمين الجديدة سيقر النظام الداخلي وملاحقه وينتخب مجلس النقابة المؤقت. نحن اليوم طبعا عقدنا المؤتمر التأسيسي لنقابة المعلمين الفلسطينيين، والذي هو ثمرة من ثمرات جهود حراك المعلمين الموحد، بدأ به الحراك من بعد خطاب السيد الرئيس والذي تم بموجبه إنهاء إضراب المعلمين، نتيجة لحاجة المعلمين وحقهم بوجود جسم نقابي يمثلهم تمثيلا حقيقيا منتخبا وحرا ونزيها. ويعزي القائمون على هذه النقابة سبب تأسيسها برفض اتحاد المعلمين لإصلاح نظامه الداخلي لتحقيق احتياجات المعلمين، معتبرين أن للمعلمين الحق في الانتخابات والترشح دون شرط، وألا يكون هذا الجسم تابعا لأي جهة سوى المعلمين أنفسهم. أعلن عن النقابة الجديدة بظل أن ما بنقدر نخوض انتخابات حرة ونزيهة في الاتحاد. توجهنا قبل إعلان النقابة للاتحاد لمحاولة إصلاح النظام الداخلي تبعه، قوبلنا بالرفض التام، وبالتالي إحنا معلمين تقريبا 45 ألف معلم بالضفة، علنا احتياجاتنا، إحنا منعيش حياة كتير صعبة، إحنا أبنائنا ما بيعيشوا زي بقية الدولة، زي بقية أعضاء الدولة. النقابة غير محتوى من قبل أي مؤسسة أو أي حكومة أو أي جهة معينة، النقابة هي من صفوف المعلمين، من ينتخب النقابة هو كل معلم فلسطيني له الحق في الانتخاب، لا يتم التعيين، لا يتم انتقاء شخص بطرق غير ديمقراطية، خيار النقابة يكون من بين الصفوف، خيار نقي ديمقراطي نزيه. وحسب القائمين على المؤتمر التأسيسي فإن أكثر من 14 ألف معلم من مختلف مدن الضفة الغربية قد فوضوهم لتشكيل هيئة إدارية للنقابة الجديدة. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله. ضمن مشروع تعزيز الحوكمة البيئية على مستوى البلديات، أطلقت شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية وبدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية مشروع صندوق الشكاوى في محافظة سلفيت. إلى التفاصيل. استغل المواطن فتحي علقم هذا الصندوق داخل بلدية سلفيت لتقديم شكوى حول المشكلات البيئية التي تواجه المحافظة أملا بحلها. بساعد المواطن أنه يقدم أي شكوى بشعر فيها في المجال البيئي
في مدينة سلفيت أو محافظة سلفيت. صندوق الشكاوى البيئي جاء ضمن مشروع تعزيز الحوكمة البيئية على مستوى البلديات لشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية أصدقاء الأرض فلسطين، وبدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، حيث يطبق المشروع في 11 بلدية داخل الضفة الغربية بهدف تعزيز المساءلة والشفافية في القضايا البيئية. هاي الشكاوى بتم استقبالها في عدة وسائل، من بينها الصندوق الأخضر، في كمان وسيلة أخرى اللي هي التليفون المجاني اللي هو رقمه 1800 800 850. بنستقبل المكالمات من مختلف محافظات الضفة الغربية والقرى مجانا، بتم نقاش هاي المشاكل حسب مستوى وصلاحيات هاي المشاكل. في بعض المشاكل اللي يتم حلها داخل نطاق البلدية، في بعض المشاكل بيكون مستوى صلاحياتها أعلى من صلاحيات البلدية، بتم نقلها للوزارات ذات العلاقة. وتواجه محافظة سلفيت مجموعة من المشكلات البيئية، أبرزها المياه العادمة القادمة من مستوطنة أرييل وتدميرها للبيئة في منطقة وادي المطوي غربا، حيث حولت الوادي إلى مكرهة صحية. وادي المطوي كان يعني بجوز كان منطقة سياحية، كان منطقة الناس متنفس للناس بالصيف، مزروعات زراعة، طبعا الأثر على الناحية الناس من الناحية السياحية، من ناحية الصحة الشجر الزراعة، قلة الزراعة في المنطقة، طبعا عندنا بالذات يعني في الصرف الصحي، طبعا الرائحة اللي تصدر يعني لا يعني رائحة كريهة جدا. كما تعاني محافظة سلفيت بيئيا من مخلفات بعض المصانع الفلسطينية ومناشير الحجر. احنا بنواجه مشكلة في التخلص من المخلفات هذه المصانع مثل الشيد والمي الناتجة عن المصانع هذه، بنواجه مشكلة فيها اكيد حقيقية وحلها برضو مش بسيط. يذكر أن محافظة سلفيت تضم 24 قرية ويبلغ عدد سكانها قرابة 70,000. من محافظة سلفيت نزار حبش، تلفزيون وطن. أكثر من 15,000 دنم من الأراضي الزراعية في بلدة السموع لا تصلها طرق تسهل على المزارعين التنقل والوصول إلى أراضيهم أو حتى حرثها. إلى التفاصيل. أرضي هاد 21 دلم اللي أنا فيها الحين، 21 دلم لأخيبتي 11 دلم والباقي إلي، فيش طريق يعني نجيب تراكتر نحرث، نعرف شلون مرق في الحصيدة، نعرف شلون مرق، سكر علينا وبنيجي من الجبال هزاية صعب التراكتر يمرق، بدنا طريق غصب عنا، مشاكل مهم نعرف شنو يمرق، نسوي مشاكل مع الناس يعني لما يبقوا حارتين الناس يجيوا يمرق منعونا. والله احنا يعني بنعاني من صعوبة كثيرة يعني في الطريق، يعني خصوصا الاشتاء يعني اطفالنا بروحوا على المدارس يعني بيكون بهدل كثير لانهم بروحوا وبيرجعوا علينا يعني مبهدلين، فاحنا مطالب من البلدية او من اي واحد يعني بدنا طريق يفتحوا لنا يسووا لها حل هذا الطريق. في البداية فيش طرق يعني ما نقدرش نوصل الارض الا ماشي، واذا بتيجي تمرق من ارض حدا بيسوي لك مشكلة وقصة، ففيش في طرق يعني بدنا طرق تعملوا لنا طرق، فحكينا توجهنا للبلدية ونأمل انهم يفتحوا لنا طرق على اساس نوصل للارض ونعمرها ونزرعها ونصير نروح ونيجي. لي 6 سنين ساكنه هنا والمعاناه والله اللي بنعانيها ما حدا بيعانيها، خصوصا اطفالنا لما يروحوا على المدرسه في الشتاء يعني شيء لا يوصف، الطين الى الركبه ما بصلوا عند الشارع الرئيسي، ما بيعرفوا حتى لما بفوتوا على الصف الكل بصير يحكي عليهم من الطين اللي على اوعيهم وعلى حالهم، وبرضه في الصيف معاناه عشان بعيده وشوب عليهم، وبالنسبه للمي لما تصنهان وحتى سيارات الأجرة ما بيرضى ولا أي شوفير يوصل لنا أي أغراض، يا بيوصلها للمدرسة وإنا بنحملها على روسنا، وحتى كمان خدمات البلدية بالنسبة بعد عنكم والله بنحمل زبالتنا بنوديها على عند المدرسة. بطالب أنا إن شاء الله بطالب في فتح الشارع وتزفيته عشان يتخفف من معاناتنا. يعني في عام 2014-2015 إحنا شقينا 7 كيلو، وقمنا بتقديم طلب أيضا خلال يعني 2015
لتنفيذ هذا المشروع خلال 2016، وإن شاء الله بننتظر وفي موافقة مبدئية على المشروع من قبل وزارة الزراعة، ورايحين إن شاء الله نشتغله خلال يمكن خلال إن شاء الله نهاية العام 2016 أو بداية 2017. من تونس الخضراء جاءوا وحطوا الرحالة في مدينة رام الله. فرقة رغما عني التونسية قدمت عرضا مسرحيا بعنوان جهنة ضمن فعالية وين رام الله. إلى التفاصيل. من تونس الخضراء جاءوا وحطوا الرحالة في مدينة رام الله. فرقة رغما عني التونسية قدمت عرضا مسرحيا بعنوان جهنة، وهو عرض يحاكي قصة شهيد قدم روحه فداء للوطن. الفرقة أهدت عرضها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو عرض يأتي ضمن فعاليات مهرجان وين رام الله. هو العرض أصله في الحقيقة اسمه جهنة، هو دمج بين اثنين مفاهيم اللي هما الجنة وجهنم. العرض يحكي على مجموعة من الشهداء قاموا بعد ما ضحوا بحياتهم وعمرهم من أجل الوطن، قاموا يتفقدوا أو قاموا بيشوفوا أحوال البلد ليش هم استشهدوا. نحن بنعشق فلسطين كتير، وبالنسبة لنا هو حلم حتى من وإحنا صغار إنه نروح فلسطين. اليوم إحنا بفلسطين، فإحنا في مرحلة تحقيق الحلم. ومن ميدان ياسر عرفات إلى ساحة راشد الحدادين بالمدينة، كان صوت الفنانة الفلسطينية مي مراد يصدح في المكان. فبعنوان محتارة قدمت الفنانة تشكيلة متميزة من أغانيها في وقت كان الحضور الجماهيري الكبير السمة الأبرز لفعاليات مهرجان هذا العام. اللي ميز مهرجان وين رام الله هذا العام الجمهور المتفاعل جدا جدا مع الأمسيات الجميلة اليومية اللي استمتع فيها، وكلها كانت في نفس الموعد أمام بلدية رام الله، وهذا اللي سهل على الجمهور إنه كل يوم يتواجد معنا. والتنوع والنوع اللي اختارته لجنة المهرجان في تقديمه، والثقافة اللي يعني اختارتها لتقدمها لجمهورها، وهذا الجمهور الراقي اللي استمتع بهذا النوع من الثقافة اللي تقدم له من أغاني جبلية، من أغاني تراثية، وعروض دبكة، رقص، أيضا مسرحيات، بالإضافة للبرنامج المتنوع اللي جاءوا وكانوا معنا من هذا العام من مصر ومن تونس. وعلى مدار 9 أيام قدمت العديد من العروض المسرحية والغنائية. من مدينة رام الله، فارس المالكي، تلفزيون وطن. وقبل الختام هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. الصحفي عمر نزال بين أنياب الاعتقاد الإداري من جديد. مؤتمر تأسيسي لنقابة جديدة للمعلمين. صندوق للشكاوى البيئية في سلفيت. في محافظة الخليل بلدة السموع تفتقر للطرق الزراعية. تونس حاضرة في مهرجان وين رام الله. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.